كل مجتهد مصيب في اجتهاده، لكنه ليس مصيبا في إصابة الحق. هذا هو القول الصحيح من أقوال علماء الأصول، لأن عندهم مسألة وهي مسألة المجتهد، أكل مجتهد مصيب أم ليس كل مجتهد مصيب؟ القول الفصل الذي يجمع بين هذه الأقوال أن المجتهد مصيب في اجتهاده، لكنه غير مصيب في إصابة الحق، إنما المصيب من هؤلاء المجتهدين في إصابة الحق واحد، لأنه في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين فرق عليه الصلاة والسلام فقال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهما في الاجتهاد مصيبان، لكن في إصابة الحق يختلفان، فالأول له أجران لإصابته الحق، والثاني له أجر واحد لاجتهاده.